شريف، صباح الفل يا حبيبي. صباح الفل يا درش. درش؟ اه. تبقى عايز حاجه؟ خير، قول لي. ولو ما احتجتش يعني من اخويا الكبير، هحتاج من مين؟ شريف، شريف اخلص يا شريف، عايز ايه؟ اخلص قول. اه مروان، رجليا السابوقه، الجزمه زلقه على رجلي. سابوه يا راجل يا عجوز. اه عجوز، اه يعني بس بصحتي. الركوه بقى اللي عنده السكر. ماشي يا اخويا. طب المهم، انتوا هتتعشوا عندنا بكره؟ ها ماشي، بس اشمعنى؟ عيد ميلادي يومنا يا سيدي، وانا بصراحه بقى تيفه ماليش طقطان على خرجني ورقصني ومحن النسوان ده. هتفضل طول عمرك حمار حبيبي. مراتك لازم تدلعها. وانا كل ما هجيب لك سيرتها هتقول لي البق ده. الانبوبه لما تقعد تكبت فيها كده هتنفجر فيك في الاخر، وهفضل اقول كده. حبيبي، الست عندها 3 ايام في حياتها بتحتفل بيهم، يوم عيد ميلادها ويوم عيد جوازها. واليوم الثالث ايه يا اور؟ اليوم اللي ان شاء الله ربنا يفتكرك كده وتتكل وتروح عنده، وهي تكتشف ان الحياه من غيرك احلى بكتير، عشان انت بتجيب لها اهلك يوم عيد ميلادها. الله يكحمك يا شيخ دنيا واخره. انت معايا يا ابني ولا معاها؟ انت جاحد، انا مع الحق. انا عايز اكلم شريف. طب خلاص، روح روح يا تيفا، انت شكلك مشغول. وبص لي مروان لحد ما اشوفه.